أنا اسمي فوزي بن صالح، رجل أعمال بالخارج. عندنا عدة شركات موجودة معنا في ألمانيا ومجموعة من الفنادق قرابة 800 سرير في مدينة ميونخ. نتعاملوا كثير مع الخليجيين اللي جاءوا معنا من الخليج للتداوي أو للسياحة في مدينة ميونخ، وكذلك عندنا معنا شركة موجودة في دبي اللي تنسق معناها باش تجيب معنا للحرفاء إلى ألمانيا، وعندنا عدة مشاريع أخرى موجودة في دبي. حبينا أول معنا معنا حبينا نعمل سوسيتي موجودة معنا في تونس في البعث العقاري. حاولنا تكون السوسيتي هذه عندها كونسيبت جديدة. الكونسيبت هذه معنا سافرنا كثير معنا للمعارض الدولية، وتصلنا بعدة معنا سفارات اللي احنا عندنا الحمد لله الأولوية فيها في والقنصليات المتواجدين فيها مواطنين اللي يعيشوا برا معنا في الخارج، وعملنا الماركتينج بتاعنا معناها اللي جابت لنا ثمرة حتى نكونوا متميزين على أساس الإنسان ياخذ معنا شقة نجمه بعد نأجروها له يستنفع بها مدة شهر ولا شهرين كما يحب هو. لكن احنا عملنا الكونسيبت هذه على أساس معناها هو فلوس ما تقعدش راقدة، نجم نأجروها على ناس أخرين اللي جايين من أوروبا ولا جايين من الخليج. حبينا نجيبوا فكرة جديدة لأن السياحة في تونس كانت معناها متعلقة وواقفة كان على شمس وبحر وسياحة معناها داخلية ما اعطتش معناها ثمرة كبيرة. الفكرة متاعنا احنا حبينا نجيبوا السواح هذوما للعلاج لأن السياحة العلاجية اللي يبقوا معنا فترات طويلة موجودة معنا في تونس، معناها يزوروا المساحات لأن في تونس عنا مساحات كبيرة وعنا أطباء أكفاء. معناها تنجم الحمد لله تونس معناها تمتاز بها، وكي تجي تشوف معناها تقرا معناها في السوق نتاع هذه السياحه العلاجيه تونس تكون من ثاني ارخص دوله معناها في العالم. هذاك علاش احنا جاتنا الفكره هذه معناها على اساس معناها السائح يجي عندنا والمستثمر اللي يشري الشقه ينجم ياجرها ويستنفع بها، وممكن معناها يجي يشري معناها شقه واحده ولا يشري شقتين. الشقاقه هذه معناها حبينا نتميزوا بها شويه ذات طابع بيئي. أنا تعاملنا بالتولي برودوي معناها جديدة كما البلاتر معناها نتاع كناوف هذه شركة ألمانية في أزمة نتاع السمان منعتنا برشا. جبنا مثلا شوفاج بالوسول معناها هذا التسخين الأرضي الموجود. شبابك جايبينهم حتى من ألمانيا البي في سي خاطر الألمنيوم طول معناها ما عادش عنده صدى كبير، الناس كل معناها تحولت البي في سي لأن البي في سي معناها يخليك معناها فما عازل والمعركة الجديدة هي في المستقبل هي معركة متاع الطاقة. معناها كي تكون متوفرة فيها الشوفاج بالوسول والبي في سي والذي البلاتر تربحك معناها قرابة 45% من الطاقة، وذيك هي الفكرة معناها اللي نجحنا فيها الحمد لله. والشقق متاعنا عملنا مميزين شويه معناها على طريقه خليجيه، معناها في اكثر معناها كي تدخل الشقه في الكارت معناها تنحي الكارت هذيا يدفع الضوء الكل تبقى كان معناها الثلاجه برك. وفي كل معناها بيت نوم حاولنا باش نحطوا معناها سيستم دي سويت معناها في كل غرفه نوم فما حمام كرمك الله ولا حمامين وفما الحمام الثاني للضياف معناها هذاك اعطت زاده كذلك معناها ثمرتها وبرشا ناس معناها قبلوا على الشراء على عندنا. الحمد لله معناها انا نعتبره انه مشروع ناجح واعطى الثمره نتاعو في خدمة هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه. نتمنى لبناتنا معناها تتجاوزها ونعمل مشاريع اخرى اللي معناها تعطي لو بلوس معناها في المجال العقاري. والله في القناة بعث القناة هذه أنا نتصورها معناها شيء إيجابي ممكن يزيد البلوس معناها في المجال العقاري، لأن تعرف المواطن توا ماذا بيه كل شيء يجي ليديه. ونتصور أن التلفزة كي تدخل له معناها لبيته وتعطيه البرودوي معناها ممكن تسهل عليه وتسهل علينا احنا معناها حتى للدفع العجلة الاقتصادية. احنا كي نشوفوا معناها يقولوا معناها الباتيمون معناها كي يتحرك راهو الاقتصاد الكل يتحرك. نتصور انها فكره معناها ممتازه جدا معناها انا شفتها قداش مره معناها عجبتني معناها في بعض الدول اللي معناها ركزت عليها عطات الثمره نتاعها وما تزيدنا كان معناها تزيدنا كان حاجه اضافيه ايجابيه هذه اللي حبيت.
والله على المشاكل اللي شفتها معنا في تونس معنا قبل الثورة معنا كانت ممكن الأمور أحسن شوية. بعد الثورة معنا صارت معنا بعدة ما نشوف أنا بعدة عراقيل موجودة مع في البلديات معنا الخصوصية دي الوقتية ما فماش قرارات اللي تعطل معناها العجلة الاقتصادية وتعطل معناها البروموتور ولا تعطل معناها الباعثين العقاريين ولا حتى الشاري معناها فما عدة عراقيل اللي خلتنا معناها ما نقدموش. احنا كنا نتمناو ان نقفزوا قفزة الى الامام مش قفزة الى الوراء. معناها نشوفوا الدول الموجودة معناها تو الخليجية ما نقولوش اوروبية موجودة معناها خاطر عندها باع وذراع وعندها رصيد تاريخي معناها موجود. لكن الدول الخليجية كما الامارات أنا شرفني كعربي معناها نغزر معناها بلاد عربية معناها متطورة نظافة الواحد اللي اعطات البلوس الأكثر الصباح يجيوا على البنايات الشاهقة. هنا عدة عراقيل أنا شفتها كان في تونس زرت العالم كامل ما شفت كان هذه المسافة التراجع مثلا للبعث العقاري عائق كبير. كي تاخذ الأرض معناها قلت شوية الثمن معناها زاد معناها السعر معناها مشحف. كي تجي تعمل انت تعمل الدراسه ما تعطيكش معناها يقول لك ارجع معناها كي تبدا عندك انت ار بلس 5 ولا ار بلس 6 في الاخر معناها تلقى عندك جدار بس ما عادش عندك معناها ايتاج عندك جدار. هذه شفتها كان في تونس معناها والقانون هذا موجود من 1920 معناها انا بودي معناها ينظروا في القانون هذا معناها يغيروه للبلان دي ميناجمون معناها احنا ماشيين في معناها في العمودي مش ماشيين في ولا يجيك معناها فما فيلا برك معناها يكسر لك مشاريع متاع البروموتور على جال إنسان عنده فيلا يقول لك هذايا أنا فما معناها يكشف عليا. هذوما من العراقيل الموجودة أخت العراقيل الإدارية معناها نشوفوها اللي يعرفوها كل تونسي اللي بعد الثورة. نتمنى أنا نكون فخور معناها كي نشوف بلادي معناها من حسن إلى أحسن ولا تتوازي على الأقل شوية الدول العربية كما هذه كما دبي ولا كما قطر ولا كما الدول اللي تحب معناها تتقدم. في تونس شوية إن شاء الله ربي معناها تكون من حسن إلى أحسن.